حلقة تاع اليوم النار شاعله. قالت راح نبهدل واحد الناس اللي كانوا يهضروا على الحراقه والمغتربين ونهضر على واحد السقله الدواء هذوك اليمين المتطرف ومن عند من عندي تسموهم نتوما الحراقه وتقولوا عليهم لي فوايو. ونعطيكم اخر الاخبار اللي تشربكت في فرنسا تشربكت مليح. السلام عليكم خوتي وخياتي، مرحبا بكم في قناه ديالكم رائد فلوغ. ما لازمش نبدا الفيديو بلا ما نقول لكم الا ماكش مشترك في القناه روح اشترك وجمع قفله تلقاها قدامك عبزها هكا باش ما تراطي والو. السقله اللي داتها ماري لو بان وهذوك تاع البارلمون يعني البرلمان تاعهم وهذوك العنصريين ومنهم هذوك الناس اللي من البلاد تاعنا يعني ولاد وبنات بلادنا اللي نهار كامل هما طايحين المغتربين ماشي مربيين الحراقه سيدي فوايو سوا في البلاد ولا اللي عايشين هذوك اللي في فرنسا. المهم اللي داين الدراسي باسكو دخلت لي ريسورس شو ديما يقول لك شوف مبهدلونا شوف واش راهم يديروا. اليوم غنقول لكم فمكم كاع وهذه راح نخليها ومن بعد نهضر عليها نسبق حوايج صغار ومن بعد نروحوا ليها. عائلة المرحوم نائل راح ترفعت قضية ضد شكون؟ ضد هذا جون مسيحة. جون مسيحة كنا هضرنا عليه في حلقة سابقة وقلنا شكون هو هذاك ذو الأصول هذاك الفرنسي ذو الأصول المصرية اللي نهار كامل هذيك ماري لو بان والحزب اليمين المتطرف يقول لك حاسب روحه حب يرجع روحه فرنسي بالسيف. هو صح رفض الجنسية من الصح شغل القواصة هذيك اللي زايدة اللي بزاف ضد المغتربين بورتو هو أصله ماشي فرنسي. ولكن ضد المسلمين وضد المغتربين. المهم عائلتنا رفعت على جول مسيحة قضية بتهمة النصب وتكوين جمعية أشرار ولا مجموعة أشرار على هذيك لاكانيوت اللي دارها يعني على هذيك اللمة تاع دراهم اللي دارها هو لعائلة الشرطي وكانوا دخلوا منها أكثر من 2 ملايين أورو. وصح هذيك الديقة هذيك ما في البرلمان هضروا عليها ودوك نولي ليها يعني ومن بعد نروحوا حبة حبة باش ما يتخلطوا لكمش الأمور. وحاجة عادية شغل القاتل يلمون 2 ملايين أورو والمقتول مسكين كان لمولو 400 ألف. هذه شغل تشجيع لهذاك باش يولوا قايتك يقتلوا العرب والمسلمين شغل تشجيع العنصريه ديريكت. مور ما لحقوا الخبر جون مسيحه اسمه مرنك وتشو مرنك كل حاجه فيه مرنكه واش يدير هو ثاني تروح يرفع قضيه ضد العائله تاع نال تهمه التشهير والقذف وين زاد راح بها راح دوموندا من 1000 دوناتور يعني كاين 1000 واحد تبرع العائلة تاع البوليسي هذاك راح دوموندا منهم كاع قال لهم انتوما 1000 بنادم اللي تبرعتوا بدرام ارواحوا كاع ديبوزيو بلانت بعائلة نائل. في وقت قريش ما صارتش هكا يزح الله نحير فيهم انا هادوما قسما بالله شغل الطغيان فوق الطغيان صالي كل فرعون زيغود يوسف واميروش وزاد ختمها قال لهم الفرنسي ما يطيحش وما يسكتش با 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 او يا مسيحة واعر انت يا نتفهم باللي راهي العنصريه دايره الضل ديريكت طاي طاي خرجوها طاي طاي. وخرجت واحد البرلمانيه اللي اسمها ماتريس بانو شبات ماكرون هذاك لهذاك الكوري جون يونغ ما على بالي دوك وياكم تصورتوا بهم ما يروح لي اسمه قالت انت وياه كيف كيف ديكتاتوري خاطش ماكرون قال لهم لو كان زيد تعاود تنوض راح نقطع لكم الانترنت. كي قطع لكم الانترنت واش تفكرتوا خاوتي؟ نروحوا للاستقلال اللي داوها هذوك اللي ما يتسموش البرلمان الفرنسي دار البارح واحد الاجتماع مع الوزراء اجتماع تاع الاسئله تما البرلمانيين يسقسوا الوزراء والوزراء يريبونديو وكما على بالكم خوتي باللي اليمين المتطرف جاتو على 16 خلطه اللي صاريه وكنت قلت لكم احتمال كبير تكون مؤامره من عندهم خاطش هما اكبر مستفيدين وكانوا يستناو باللي كي تخلط في فرنسا لا بوليس راح يقبضوا هذوك الافارقه يقبضوا المغتربين يقبضوا العرب المسلمين الجزائريين وتصرح حيحه كبيره والرأي العام الفرنسي يدور ضد المهاجرين كامل وماكرون يولي مفروش واليمين المتطرف تطلع قيمته في فرنسا ويرجع هو الكل في الكل وتماك وراسكم غير كي مهاجر كي حراق جمعي واحد عربي ولا مسلم ولا يعصرنوها معه. المهم داروا الاجتماع هذاك وهنا صارت الكارثة. قبل ما نروحوا الكارثة شوفوا اليمين المتطرف واش يقولوا واليسار واش يقولوا بك ولاد ليزا كاع كيف كيفه تما باش زعما ماشي زعما التميل منه ولا من لا توجد عدالة في تنفيذ القوانين ما يقوله ماكرون بأن الدولة قامت بما عليها غير صحيح يجب أن يكون هناك ضبط للنظام من جهة وخلق أمل اجتماعي من جهة أخرى إذا لم يتم ذلك فسيتولد الانفجار زد على ذلك الهجرة الكثيفة لأن فرنسا لم تعد قادرة على استيعاب 500 ألف مهاجر في السنة. حبيت نبين لكم هنا برك اليمين المتطرف وين راهو لاحق. المهم خرج واحد البرلماني اللي محسوب على اليمين المتطرف وبدا يهضر قال باللي المغتربين هما اللي خلطوها وشوفوا احنا السبة تاع المهاجرين وشو صار في فرنسا باطاطي باطاطا.
Le chaos sécuritaire qui a touché l'ensemble de notre pays s'inscrit bien sûr dans le chaos migratoire que nous subissons. وجا سيخونا وزير الداخلية هضر واحد الهضرة اللي كانت سول سقلة لهم قاع. الهضرة اللي هضرها ماشي باسكو يحبكم ولا يحب المهاجرين. هو اصلا عنده مشاكل مع المهاجرين، يعني كان هو مع الاسلام والعرب، كان ديجا دار واحد التصريحات من قبل العام اللي فات ولا ما على باليش كارثيه ما ندخلوش فيها، من حكايه واحده اخرى. واش يقول لهم؟ قال لهم كاين 4000 واحد موقوف، يعني الدوله الشرطه والامن ومن هناك حكموا 4000 واحد في ليزيفانمون هادو كامل. 10% برك ماشي دي فرونسي، تسمى 90% من الموقوفين، 90% من 4000 سي دي فرونسي. Moins de 10% des 4000 interpellés étaient étrangers, monsieur le député. 90% étaient français. Et ceux des jeunes délinquants, pas des étrangers. 40 personnes seulement étaient éligibles à un centre de rétention administratif. فرنسيين يا معينكم، وال 10% هذوك عندهم الاوراق. 10% يقدروا يكونوا جزائريين، مغاربه، توانسه، بنغلاديش، جوابنا. يعني 400 واحد مخلطين. كحلو كحلو. 90% فرنسيين. وراه هذوك الناس اللي كانوا يقولوا لك المهاجرين ماشي مربين، المغتربين، الحراقه والسخونه بهدلونا. شفتوا بلي الحراقه من هبط القضيه هذه ماشي غير انا، اعوذ بالله من كلمه انا وبزاف ناس اللي سوا ساكنين في البلاد ولا ساكنين في فرنسا ولا في بلدان اخرى يديروا اللايفات ويوعوا خاوتنا الحراقه ولا خاوتنا المهاجرين. نهضروا على السوجي هذا، انا واحد نكره خلاصه للدم وما تغيضنيش واش صرا فيها، ما تغيضنيش. انا يغيضني واحد مسلم ولا واحد عربي ولا واحد وليد بلادي اللي يطيح في الفخ ديالهم، هذاك اللي يغيضني. بصح هي والله ما تغيضنيش، صا ما انتيراس بانا. يغيضني وليد بلادي ولا كش واحد مسلم يطيحوه في البياج ويحصلوا فيه كلشي، هذاك هو اللي يغيضني. وكنا في هذوك المباشر نقولوا لخاوتنا يا خاوتنا ردوا بالكم يحشوهاكم، ردوا بالكم يحشوهاكم، باسكو كان باين الفيلم باللي رايحين نخدموا لهم الخدمه. الفرنسي يديرها ولو كان يتقبض عربي ولا غير يخلصها العربي. الفرنسي يكسر الحانوت ولا يتقبض الحراق يحصروا فيه بالحراق، هو اللي كسر الحانوت، هو اللي سرق البيام، هو اللي خرج بالياماها، هو دارهم كاع. هذا هو الهدف تاعهم، تخطيط يا محينك ماشي حاجه سهله. الهضره تاع مول كوستيم دو ميموش ها باين انا وياك خمو كيما هما باينه باللي حيليين. المهم كيهضرها هو هكا، قلت لكم ماشي حبا فيهم ولكن ارقام خلاص ما يقدرش يكذب يقول قبضنا واحد اخرين. اصحاب البرلمان تشوكاو، الشارع الفرنسي تشوكا، اليمين المتطرف تشوكا، ليكرو الحراق والمغتربين تشوكاو، وحنا جاتنا 16 فرحنا. تبرئه الذمه، ما نقولوش باللي كاع الحراقه ولا كاع المهاجرين ماشي ملاح، كاينه فئه صغيره بارتو في السعوديه في الانجليز في الهند كاع المجتمعات. ولكن الحاجه اللي عجبتني سيكو الحراقه، خاصه الحراقه باسكو هو اللي مسكين ما عندوش الاوراق، هذاك اللي عنده الاوراق ومام الى حكموه ولا واش راح يديروا له، يديروا له موندا ويديروا له السبته مصالح الحراقه، هذاك مسكين يمسحوا فيه مليح مليح. ما طاحوش في البياج، اقسم بالله غنستعرض بكم انا هنايا شغل يطلع لي المورال، نفرح بولاد بلادي. حاجه تشرفنا، حاجه تطلع لك المورال بزاف. هكا ما كاش اللي يجي يحصل فينا يقول لك شوف تزيرين واش داروا، شوفوا الحراقه واش داروا، باسكو كثروا عليها بزاف. هادو كاين اقسم بالله يا خوتي، غير كاين ناس يكرهوا ولاد بلادهم، يحب فرنسا اكثر من ولادها، يديفوندي على فرنسا. انا طحت مع عباد ياو سبوني على جال فرنسا، وانت يا وراك تنشع في الغاشي، وانتو فرنسا لازم نكونوا ادميين ونهضروا كوتي هيومانيتير. من كوتي هيومانيتير حمامك، ما غادوكش هذاك النائل كي مات يماه، ما غادوكش ولاد بلادك اللي يتشكوهم في الحباس، شحال من نائل ما تصورش، شحال من واحد عربي ولا مسلم ولا جزائري ولا حراق ولا صرات فيه ديقه وما صوروه، ما كان لي بروف، ما كان شهود، ما بانش كاع. هذوك ماشي كوتي هيومانيتير هذوك، لا 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 تماك نورمال، تماك جاب على عمرو، بصح كي تولي لفرنسا كوتي هيومانيتير. هذه والله غصرت لي ليا مع الاخر. انا ما نحبهاش فرنسا ونحب الجزائر ونحب الجزائريين وخاوتنا الحراقه نوصيهم باسكو نخاف عليهم جوست عليها الطريق هذه نخاف عليهم. وبما انه اغلب الحراقه يعني اغلبهم كاع يعرفوني، ما نقولش باللي يتبعوني باسكو ما راهمش قاطع يتبعوني، يحترموني كي نقصر معاهم ولا يحترمني، يقول لي نسمع لك رائد، ندير فيك كونفيونس، يحس بالهضره اللي خرجها انا بلي تخرج من القلب ماشي بلا بلا. كنقول لهم خاوتنا ردوا بالكم، تدخلوا في راسه، كبير عليا صغير عليا قدي كيما حنا، كي يكون واحد يدير فيه كونفيونس وتيق فيه كيما دلك نصيحه من قلبه كاش تحس بها تبع النصيحه هذيك صافي با دير نتايا قاطع ولا انا قاطع ولا. وقلت لكم ماشي غير انا اللي كنت نديرها، بزاف خاوتنا في التيك توك ولا في الانستغرام ولا كانوا يديروا واحد اللايفات اقسم بالله غير ما شاء الله. كاين اللي عايشين تماك في فرنسا في طاليان هنايا في اسبانيا يديروا لايفات شغل مهمه،
يوعيوا الناس يقولوا ردوا بالكم، هاي كاينه مؤامره، ردوا بالكم يعفسوها لكم يطيحوكم. ومن بعد تخرج لك الريزولتا كيما هذه، يقول لك 90% من اللي تحكموا فرنسيين، 10% عندهم كوارت، وما قالوش جزائريين، يعني اجناس مختلفه كبيره، 40 واحد ما عندوش الورق، وما قالوش جزائريين ثاني 40 واحد، هذاك بالك منهم جزائري ولا زوج. كيما يقولوا خاوتنا لي ميليتير لاكي ان كونساي، ما تحبنيش اسمعها من عندي، مهما تغربنا ومهما البلاد اللي تروح ليها، ما تنساش التراب اللي جيت منه، ما تنساش اصلك. ساكينا حاجه ما ننساش، وما نديرش الامان وبات حلب، واللي تغيضوا فرنسا ويحب فرنسا وما يغيضوش ولاد بلادو بلادو، طلعت كيما داك الغرب اللي جاي عند مشيت الحمامه راحت له، مشيت على الغرب والحمامه. المهم نختموا الفيديو هذا، نقول خاوتنا الحراقه، خاوتنا المهاجرين، تحيه اقسم بالله انا ما نحيش كاسكيطه، هي نورمالمون نحي القبعه كيما يقولوا هذيك، ارفع قبعتي لكم، ولكن انا ما نحيش كاسكيطه، سنقولكم اقسم بالله غنستعرب بكم، هاكا كملوا هاكا ما طيحش في البياج. نتلاقاو في فيديو جديد بموضوع واحد اخر ان شاء الله، كاع راكم في القلب خاوتي، تشاو الزعامه.